قدمت هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية حملة إغاثية جديدة وزعت فيها المنح المالية على العائلات النازحة والمهجرة قسرا من محافظة نينوى ومحافظات أخرى في مخيم حسن شام الثالث. شملت الحملة التي تقدم بها القسم الإغاثي في الهيئة ومنظمة أم القرى توزيع المنح المالية على 500 عائلة نازحة ومهجرة قسرا من الموصل ومناطق أخرى من بعض المحافظات في المخيم الواقع شرق الموصل. نشكر منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين على دعم مخيم حسن شامي بالمبالغ المالية، وهي مو أول مرة يسوونها، يعني هاي تكررت مرات كثيرة، وإحنا نتمنى أنهم دائما يكررونها، لأن النازح دائما بحاجة لهيك مبالغ مالية لأن وضعهم تعبان، فدعمهم جيد ونشكرهم وممنونين منهم. نشكر هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى بالتعاون مع النازحين، هاي صار لنا 5 سنوات هي دائما السباقة بالخيرات ودائما تعاون المحتاجين والفقراء ودائما تمر على المخيمات. احنا مخيم حسن الشام اليو 3 وهي دائما والله يعني سباقة بالأحداث، وتجيب لنا المعاونات والمساعدات وللأرامل وللأيتام، دائما هي السباقة بالخيرات. نشكر هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى لإكمالهم توزيع المنح المالية على ساكني المخيم ووقوفهم مع النازحين منذ بداية النزوح في 2016 ولحد هذه اللحظة، هم يقومون بتوزيع المنح المالية على المواطنين الذين هم بأمس الحاجة في هذه الظروف إلى المنح المالية. تقدم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين حملتها بتوزيع المنح المالية في مخيم حسن شام الثالث يوثري بمنطقة سيف دينان التابعة لمنطقة الخازر شرق الموصل. هذه المبادرة التي تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بتوزيع 500 منحة مالية على العائلات النازحة من الموصل وكذلك من محافظات أخرى مختلفة من العراق في مخيم حسن شام الثالث شرق الموصل. جاءت هذه المبادرة لتستكمل العدد الكامل لهذا المخيم. تقدمت هذه الحملة حملتان سابقتان نتيجة لازدياد الأعداد، أعداد النازحين العائدين إلى المخيمات، ازداد العدد الكبير في هذا المخيم، ولذلك تقدمت هذه الحملات. ثم جاءت هذه الحملة الثالثة لتشمل جميع العائلات النازحة في هذا المخيم.